بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الحقيقة الكثير يتساءل عن رأي السيد السيستاني، موقفه من ضرب الزهراء، مظلومية الزهراء، كسر ضلعها، لأن تسمعون بين الحينة والأخرى يظهر بعض الجهلة يقولون أنه المراجع أعداء أهل البيت، ويأتون بالروايات وكأنهم يزايدون في حبهم لأهل البيت على أساطين المذهب أو على العلماء والفقهاء، فيقولون أنه ينكر مظلومية أهل البيت. فنحن أحببنا أن نبين موقف السيد السيستاني بالنسبة إلى كسر الضلع وبالنسبة إلى مظلومية الزهراء بشكل عام، حال تلك المسألة التي أثاروها. يعني البعض لا يجد شيء على العلماء فيبحث من هنا وهناك عن قشة، حال الذي بحثوه حول السيد الخوي. السيد الخوي عليه الرحمة سألوه بهذا السؤال، قالوا له: سيدنا، ما هو رأيكم، ما هو موقفكم الذي تذهبون إليه حول هذا الذي ينقله خطباء المنبر، أن عمر كسر ضلع الزهراء، هل هذا صحيح برأيكم؟ بماذا أجاب؟ قال: هذا مشهور معروف. هذا أمر مشهور معروف، يعني وهذا شنو هم سؤال. فقالوا أنه السيد الخوي ينكر كسر الضلع. لماذا؟ لأن إجابته مبهمة. شاهدتم، هذا الذي يعادي الفقهاء لا يجد شيء فيتكلم بمثل هذا الكلام. بالله عليكم، الآن شخص يأتي ويقول لي مثلا: مجتبى، ما هو رأيكم بحادثة كسر الضلع؟ يعني أنا أقول له: هذه المسألة مشهورة، هذه المسألة معروفة، ما الذي اتضح لكم؟ هل اتضح لكم أنا أنكر كسر الضلع؟ خب الإجابة واضحة، هذا أمر مشهور معروف، أين إنكار كسر الضلع؟ يعني السيد لو السيد الخوي ينكر مسألة كسر الضلع لقال: هذا مشهور لا صحة له، هذا شائع لا قيمة له. لكن هل قال بهذا القول؟ لا. فأثاروا هذا الكلام ويعادي أهل البيت وينكر كسر الضلع. على العموم، نحن نبين موقف السيد السيستاني إخواني، إذا رجعنا إلى كتاب الفوائد الفقهية كما يظهر على الشاشة، طبقا لفتاوى السيد علي السيستاني في المجلد الثاني، طبعة دار الولاء، بيروت، لبنان. هذا السؤال يوجه إليه برقم 404: هل هناك خصوصية للزهراء عليه السلام في خلقتها؟ وبالنسبة للمصائب التي جرت عليها بعد أبيها صلى الله عليه وآله من ظلم القوم لها، هذه المظلومية ثابتة ولا غير ثابتة؟ وكسر ضلعها وإسقاط جنينها، ما رأيكم بذلك؟ السيد أجاب: كل ذلك ثابت تاريخيا، هذا الأمر ثابت، أقره التاريخ لا خلاف فيه.